تدريب الخريجين مرحلة يعني جدا ممتازة في هذا الوقت، لكن أعتقد أنه العبء الكبير هو في ما يتعلق بتأهيل الخريجين قبل تخرجهم، تأهيلهم خلال مدة ال4 سنوات فيما يتعلق في البكالوريوس أو في الدبلوم فيما يتعلق في كليات المجتمع، خلال هاتين السنتين تأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر فيما يتعلق بالمهارات اللازمة التي يحتاجها. أعتقد أنه نحتاج إلى شراكات حقيقية مع جهات التوظيف فيما يتعلق في التدريب أثناء العمل، فيما يتعلق أيضا في شراكات متعلقة بتوظيف الطلاب، ومن ثم فإننا نتحدث عن يعني اللارج سكيل بمعنى آخر أنه العدد الكبير الذي يدخل الجامعات في كل سنة يفترض في الحالة هذه أنه يكون له مسار وظيفي، خيارات وظيفية محددة، وأيضا فيما يتعلق بالتدريب. ممتاز. من الصعوبات اللي أنا أعتقد أنها مهم جدا ممكن أشير لها في التقرير، نعم، وأنا أعتقد أنه فيما يتعلق في البرنامج هذا بيلعب دور كبير، هو ضعف المقاومة بين مخرجات التعليم العالي وبين سوق العمل. هذه حقيقة والكل يشاهدها الآن. السؤال فيما يتعلق بكيف ردم هذه الهوة أو هذه الفجوة بين ما يطلبه سوق العمل وبين ما تقدمه الجامعات أو معاهد التدريب. أنا أعتقد أن البرنامج هذا من حيث الفكرة فكرة شجاعة. الإشكالية أنا أعتقد أنها نحتاج إلى أنه يتم يعني نتحدث عن أنه يكون بشكل أكبر. نأمل أنه يكون في المرحلة الأولى هي مراجعة لما أو بمعنى أصح تجربة لمثل هذه البرامج، لكن في نهاية المطاف كل طالب في الجامعة يدخل على الجامعة أن تضع له مسارا تدريبيا موازيا للبرنامج الأكاديمي. نتحدث عن الشهادات المهنية التي يجب أن تقوم الجامعات بالعمل عليها، ومن ثم فإن المسارات المهنية أيضا تكون موائمة للمسارات الأكاديمية. النقطة فقط اللي أرغب بالحديث عنها أنه مثل هذه البرامج هي قد تكون موجودة في مكان ما، لكن أنا أعتقد أنه يمكن يعني دراسة الحالات اللي موجودة في إيرلندا، وأنا أعتقد أنه في جامعة في إيرلندا كانت متقدمة جدا في مثل هذه الحالة، بل أنها أخذت المركز الأول، نعم، وهي معروفة على مستوى أوروبا فيما يتعلق بتخريج طلابها، تدريبهم، تأهيلهم، ثم توظيفهم.